أكثر. تنضم إلينا المستشارة الاجتماعية الدكتورة الهنوف الحقل. مساء الخير دكتورة الهنوف، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتورة، خلينا نتحدث عن هذه التبرعات، يعني تبرعات تجاوزت ملياري ريال، سواء هي التبرعات كانت من الحملة الوطنية إحسان وهي التي تتجاوز مليار ريال، والآن جود الإسكان تتجاوز 668 مليون وهي مجتمعة الملياري ريال. على ماذا يؤكد ذلك هذا التجاوز الملياري؟ تبارك الرحمن، وشيء مبارك عليكم ما تبقى من الشهر أستاذ عيد وعلى المشاهدين والمشاهدات. ثانيا، هذه ما هي بغريبة على مجتمعاتنا ولا هي بغريبة على أبناء المملكة العربية السعودية. هذا كان ديدا وأسلوب ومن أجدادنا ومن آبائنا، وقضية العطاء والإحسان موجود سواء هي من أبعاد أو من مصدر ديني أو من أخلاقيات وتربويات تربى عليها هذا الشعب، وكذلك من التوجيهات الحكيمة الرشيدة من قاداتنا وولاة أمرنا. يعني حقيقة يثلج الصدر هذه الأرقام اللي يصل لها المجتمع في التبرعات، وحقيقة شيء مشرف وله أعيدها له بغريبة. لكن ما شاء الله تبارك الله عندنا الدولة أخذت خطوة جبارة في منهجت هذا التقديم الخيري أو هذه المنصات اللي من خلالها يقدر المتبرع يتبرع وهو واثق وعارف وين رايحة. لأنه للأسف لفترات من الزمن في سنين مضت كانت تستغل هذه الصفة وهذه هذه الصفة الحميدة اللي عند الشعب السعودي أو عند المواطنين، كانت تستغل الطيبة الرأفة الإحساس والشعور في الشخص الآخر. صحيح. هذه كانت تستغل حقيقة، كانت من خلال المتسولين وغيرها، واستغلت بشكل كانت ضد المملكة بشكل أو بآخر. لذلك الطيبة اللي موجودة فينا هذه ديدا، التعاملات أو التعاملات المالية والعطاء المالي لجانب ديني شرعي، هذا برضو مغروس فينا من ما احنا كنا يعني صغار في كل الأجيال وما زالت إلى الآن. طيب. وهذا الشيء اللي يسعدنا أن الجيل الحالي مشى على ما مشى عليه أجداده وآبائه. الحمد لله، هذه أكبر نعمة دكتورة. نعم. طب دكتورة، هنا سؤالي، يعني كيف استطاعت الآن المملكة بتقنين العمل الخيري وتوجيهها بالتأكيد إلى المحتاجين؟ ربما هذه من أهم النقاط لدينا الآن. صحيح. أول نقطة، التقنين هذا اللي حصل، أنا هذه النقلة اللي فعلا فارقة في المملكة العربية السعودية، ونقلة ما هي بغريبة. يعني في عهد الملك سلمان ولي عهده حقيقة قفزتها المملكة العربية السعودية، وهذا الشيء يشيد فيه العالم كله بأسره، فما بالك في الجانب هذا. يعني حتى في الجانب منهجية وضع منهجية وآلية واضحة في التعاملات المالية اللي خاصة في الصدقات والزكوات، فهذا بحد ذاته النقلة حققتها المملكة العربية السعودية. أنا وأنت يا أستاذ عيد والمشاهدين، وإذا بغينا نتبرع ما عاد نضيع، عارفين وين نروح. الجانب الطمأنة والأريحية في أني أحط التبرع هذا في مكان معين أو في جهة معينة، أنا أثق لأنها بين يدي أمينة وبين يدين عيالنا بعد الله، وبإشراف من الجهات المسؤولة. يعني هذه المنصات وهذه المنهجية اللي وضعت حقيقة مما ترفع له القبعة في جانب مهم من الجوانب الدينية، اللي أصلت هذه العادة، اللي أصلت هذه العبادة، عفوا هذه العبادة تأصلت أكثر عندنا الآن، أصبحت السهولة في أنك تفتح تطبيقك وتتبرع أعلى الأجر تبارك الرحمن، والتعاطي والتسويق حتى لهذه المنصات بالشكل الجيد اللي يتناسب مع روح هذه العبادة برضو موجودة. من الأمور اللي أنا أفاخر فيها حقيقة، من الأمور اللي فعلا سرعت عندنا وساعدت عندنا أنه نكثف من هذه العبادة، فالنقلة اللي عملتها المملكة العربية السعودية يحتذى بها، بل هي نموذج. أنا حرفيا الكل يعرفني، أنا ما أزيد ولا أبالغ في الشيء، ما أقول الكلمة اللي في محلها حقيقة مما ترفع له القبعة. هذا الإجراء وهذا المنهجية اللي مشت عليها المملكة العربية السعودية عززت هذه العبادة وحببتها أكثر إلى قلوب أفرادها، وهذه الصفة الحميدة اللي عند شعبنا أصلتها أكثر، اللي هي العطاء، البذل، أنك توقف مع المحتاج، هذه الصفة أصلتها أكثر
هذه المنهجيات اللي قدمتها. نعم. والدليل وين؟ الدليل الاعداد والمبالغ اللي انت قبل شويه ذكرتوها في التقرير، هذه الدليل. والسنه اللي راحت كانت بنفس الدرجه، وليس صحيح. من الكبار فقط او من المتبرعين المقتدرين، حتى من الافراد. وهذا هو الشيء، وهذا هو ما يسمى بالتضافر والتكافل الاجتماعي، موجود والحمد لله على كثره. يقول لك لما تكبر المجتمعات يا اخوي علي يقل التكافل الاجتماعي، لما تكبر، لما تصير مجتمعات عظيمه كبيره افرادها كثيره، ولله الحمد والمنه كبر مجتمعنا وزاد تضافره، زاد تواصله، لانه وحدت مصادر التعاملات، وحدت مصادر التواصل بيننا وبين الافراد، وبيننا وبين يعني طيب. الفئات المختلفه في المجتمع. يعني دكتوره يعني الله يعطيك العافيه، اسمي اسماعيل، وبذلك كرمتيني ما شاء الله باسمين اليوم، عيد وعلي، بالعكس هذا تكريم لي يا دكتوره. الله يحفظك. مع الصيام وانا كلنا دكتور، والله يحفظك يا دكتوره. هيا. سؤالي الاخير دكتوره، عيد والعيد قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اقول لك طيب ما كرمتينا اقول لك بالاسم باسم عيد يا دكتوره. دكتوره خلينا نتحدث عن الـ بعد تقنين هذه التبرعات عبر المنصات او منصات على عبر منصات طبعا موثوقه لدينا في المملكه، لنا كم منصه الان، منصات خيريه، هل لها عوائد اجتماعيه غير ماديه تقريبا؟ بلا شك هدفها الرئيسي طبعا، بلا شك أول سمة وأول يعني لاحظ على صغرها بس إيش قد انعكاسها جيد. شفت لما تفتح التطبيق وترفع إهداء لشخص معين بتبرع معين، إيه؟ هذا بحد ذاته انعكاسها اجتماعي جيد. شوف على كثر ما هي صغيرة لكن يا شعورها عظيم لما توصل لك على جوالك. إيه والله. هذه نقطة من النقاط. بدت حتى الأولاد يبرون بأمهم وأبوهم بهالطريقة، صارت سهلة، ما يفرض عليك مبالغ أو 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 رقم معين. إضافة لهالشيء تروح لجهة وحالة إنسانية، أنت عارف تفاصيلها، أنت عارف وش وضعها، أوقات لليتيم، أوقات لشخص مسن كبير، يحكي لك جزء من الحالة الإنسانية اللي أنت قاعد تتبرع لها، يحسسك فعلا بالتكافل، بالتضافر، بالإحساس بالشخص الآخر. يعني الله سبحانه وتعالى، واحنا في شهر صيام الحين، جزء من اهداف الصيام ان نشعر بمن لم يحصل على الاكل والشرب في اي وقت وفي اي حين، فهذه جزء من الشعور بالاخرين. هذه الجزيئات اللي وضحتوها في موضوع المنصات فيها تكافل وتضافر من درجه عليا، بل من درجه مثاليه. انا اقول لاي احد يسمعنا من الدول الاخرى، ترى نموذجنا يشرف، ترى نموذجنا لو طبق عندكم يا بختكم. فهي من النماذج الأصيلة واللي لها السبق في أنها ترفع معدلات التضافر والتكافل الاجتماعي، فإنها تزيد أكثر من الإحساس بالفئات المختلفة وترابط الفئات. كل مجتمع لها فئات، الفئات كل ما تباعدت عن بعضها كل ما قهرت أحد الفئات، لكن ولله الحمد على اختلاف الفئات اللي الطبيعي اللي موجود في كل مجتمع، حنا قراب من بعضنا بعض. الفئة الضعيفة مع المتوسطة مع النخبوية، كلنا مع بعض، الفئات كلها مترابطة، الفئات كلها تشعر بالآخر، طالما الدافعية الوجدانية والشعورية اللي الله سبحانه وتعالى يعني أقر فيها جزء منها اللي هي الزكاة أو الصدقة، لما أقرت هي للشعور بالآخر، هي للبذل، ولا من البذل من أجمل ما لديك، من أكثر ما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. فالحب هنا الشيء اللي أنت تحبه لما تقدمه هو المال اللي هو عصب الحياة، فهذا بحد ذاته يرفع ويحرك عجلة، أنا ما أقول عجلة التنمية، أنا أقول عجلة المشاعر والتضافر الاجتماعي بين الفئات المختلفة. نعم الله يعطيك العافية دكتورة، وشكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات، كانت مع المستشار الاجتماعي الدكتورة هنوف الحقيل. شكرا جزيلا لك دكتورة الهنوف.